السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. اللي معانا ده جهاز 2 في 1 راديو اف ام وام واس دبليو، وكمان في شريط كاسيت، وفي اي او اكس بيشتغل بوصلة 2 في 1، يعني بيشتغل على الكمبيوتر او موبايل او شاشة. وطبعا شريط كاسيت اسمه ويلترون، اللون بتاعه الابيض اهوت. وده طبعا في موديلات تانية منه كتير، بس الشريط بتحط فيها بالعرض، في منه الكرة الاصفر والاحمر والابيض. ده موديل احدث شوية، الشريط بيبان كده في وش الجهاز. ده 3 مستويات للتريبل زيرو، وده 3 مستويات للتريبل، وثلاث مستويات للبيز. وده طبعا مفتاح للفوليوم، وده البالانس، وده التيوننج اللي هو بيحول الراديو. الموديل بتاعه اسمه XX-10، XX-10. ده طبعا صنع في اليابان، وطبعا مزود بسماعتين داخليتين جوه الجهاز، وممكن نشغله على السماعات الخارجية. بس طبعا لما نشغل السماعات الخارجية بيلغي السماعات الداخلية، ونشوفه مع بعض. This device is 2-in-1. The brand is Weltron. Radio FM and DM and SW and tape. Made in Japan. Model XX-10. برعاية وزارة التضامن الاجتماعي مع لميس سلامة سوزان شرارة. ده كان اصله اهلاوي وبعدين لا ظروف. بص انا بتكلم بوضوح، انا فاهم حلاوه في مش شاغل المطفى، تعالى في قهوه نقعد عليها ونحاول نشغل نفسنا في تل البلامون بجوار شربين. كنت بجرعاء للنادر، ودي تفرق ايه عن التبر. شفنا الفيديو مع بعض، ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده جهاز كورة ويلترون، الجهاز فيه سماعتين داخليتين مع سماعتين اللي هما الخارجية. الجهاز الموديل بتاعه XX-10، عبارة عن راديو اف ام وام واس دبليو وشريط كاسيت، وبرده بيشتغل اي او اكس. طبعا صنع في اليابان، لونه ابيض. ان شاء الله الفيديو ينول اعجاب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. شكرا. This device is 2-in-1. راديو اف ام اند ام اند اس دبليو اند تيب. Model XX-10. The brand is Weltron, made in Japan. Thank you.